صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المنتجبين المشردين عن الأهل والأوطان سعادتي. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. احنا وياهم يا شان قلوبنا مهنا اليوم مثل الكوارق، لا 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 قلوبنا في كربلة هناك تحوم تحوم حول الضريح وكأنها تهتف ويا الزوار، وننتظر بس الجوائز من السماء، أيدينا ممدود وسيلتنا الحسين ابن علي، ما عدنا وسيلة غير الحسين. شي يقول الشاعر؟ يقول أمست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية وفجعتكم إلى يوم القيامة باكية تبكيك عيني. أبو علي بدون ما نروح كربلاء احنا عيوننا باكية، بعدها نشوف زوار الحسين تبكي عيوننا تبكيك عيني يا حسين. لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية إذا شئت النجاة. ما مكتوبين أبو علي الروح بس قلوبنا عندك خليها. إذا شئت النجاة فزر، توقع أن الحسين يأتيك بأبي وأمي، من زارني زرته. مو في أول لحظة يجي لأمك الحسين، لكن بيا حال يجي الصادق يقول، مو أنا أقوله، مو حكايتي، حكاية الصادق يقول إن 5000 من الملائكة عرجوا إلى السماء وهم يبكون، فناداهم الجليل جل جلاله: ملائكتي مررتم بحبيبي الحسين وهو يقتل فلم تنصروا. قالوا: ما أذن لنا بالنصرة. قال: امضوا وكونوا عند قبري إلى قيام الساعة. يعني الملائكة في بكاء وحنين، وهذا اللي يلتفت إليه يوم الحسين يصيح: وكل من قصدني وزار قبري من الشيعة. أبو علي ما يحتاج نزور قبرك، في قلوبنا أبو علي محفور: كل من قصدني وزار قبري من الشيعة والزم ضريحي وبصحان
الآن شفيعة وبيدي دخل جنة الخلد العلي. بعد بعد أبو علي أكو شيء لزائريك والباكين عليك؟ قال وما الذي يبكي على مصابي بحسرة ويشق جيبه ويلطم بإيده على صدره؟ في حين مات لازم أحضره بقبره ولا ينال شدة ولا هضيمة ولا رزية. بعد أبو علي إذا جيتي لأنه إحنا أموات أبو علي في تلك الحفرة شوف أبو علي شوف جسد منارة ويلي وما الذي سلم عليه لو من بعيد. سلم سلم على الحسين ترى يرد السلام ولو كان الرأس ما موجود لكن الجسد موجود يجاوبك من الوريد. الله يوفق الشاعر إن شاء الله بهالخيال. أم الذي سلم علي لا من بعيد ملزوم أنا برد التحية من هلوري ومن جملة الزوار اسم بغير ترديد ينكتب من زوار أرض الغاضرية. وبلغوا سلام شيعتي هل يسمعون أبا مغيب أهلي وأخوتي ليكون ينسون أنا صبيت دم قلبي وريد الماء العيون إلهم وفيت العهد وديت الأمانة يا كربلة جنفيك صاحت من صوار ويا كربلة جنفيك يا حسرتي رضا تضلوع أهل عوجي. وعلى ظالمي آل محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. ها نحن نعود من جديد لكربلاء الحسين، نعود وتلك الأشلاء الشريفة تشخب دما وقد دفنت بلاروس. نعود لمدرسة الإباء، لمدرسة الأخلاق، لمدرسة المبادئ والقيم والتضحيات. نعود للحسين الذي قدم نفسه قربانا ليس للدين فقط وإنما لأهل الدين أيضا، للحسين الذي قدم أعز ما يملك الإنسان، أعز ما يملك عند عائلته عرضا، وإذا الحسين يقدمه فداء للدين كل نساء رجال أطفال كل قدم للدين. نعود للحسين عليه السلام ونحن ننظر على قبره تلك المبادئ والقيم،
ننظر على قبره آية الجهاد، ننظر على قبره آية الإنفاق السخي الذي ما أنجبت الأمة بعد جده وأبيه سخاء وكرما وخلقا كالحسين بن علي عليه السلام. ما أنجبت الأمة بعد جده وأبيه وأخيه ينادي عن لسان حاله إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني هذه رجالي في فداك ذبائح، حتى الجنين فداه كل الجنين. ولنا أن نتساءل بهذا التساؤل ونحن نعيش في رحاب الحسين عليه السلام، ونقول ما هي الدواعي لهذه الثورة وهذا العناء وهذه التضحيات وهذا السخاء العظيم من الحسين بن علي؟ ألا يوجد هناك طرق يمكن للحسين عليه السلام أن يصلح من دون القتال؟ ألا توجد هناك أساليب ومنهجية مطروحة لعلاج أمراض هذه الأمة ويتفادى الحسين الدماء؟ ألا يوجد هناك حلول سياسية مطروحة كالتسوية والمصالحة وما شابه ذلك ليقدم عليها الحسين عليه السلام ويتفادى كل هذه الخسائر البشرية؟ هذا سؤال لا زال مطروح. طبعاً كربلاء كانت قد 1400 سنة إلى هذه الساعة والتساؤل موجود، وهذا لا يدل على خلل في واقعة كربلاء. لما تشوف يسألون واجد، هذا مو خلل في كربلاء، لا هذا طاقة مودعة في كربلاء. بعد لازلنا نأخذ من هذا المنهل العدل، نأخذ من هذا من هذه المبادئ والقيم الحية التي لا زالت باقية. الناس يسألون أن هناك طرق معروفة وأساليب ومنهجيات مطروحة، ويحسن يتفادى هذه القضية ويرجع إلى المدينة وما يطلع منها. إذا ما هو الداعي لهذه الحرب كلها؟ إذا هناك حلول وهناك منهجية وهناك طرق معبدة، فلماذا هذه الحرب؟ نحن نجيب على هذا التساؤل باختصار. أولاً أن الحسين لم يبدأ بالحرب نفسها. حرب الحسين كانت دفاعية، واضح؟ حرب الحسين كانت دفاعية قتالية، وإلا لو كان الحسين يدي القتال ما يبعث العباس وحبيب بن مظهر ليلة العاشر من المحرم يقول لهم فليدعونا أن نعود إلى مكان ما طلع ما خرجنا، نعود إلى المدينة. قالوا إذا نزل الحسين على حد الأمير تفضل. إجا العباس إلى الحسين قال هذه مقالة القوم. قال هيهات، أنا أريد أتفادى من نفسي، أتفادى المعركة وأجنب أصحابي وهؤلاء القوم من القتل وسفك الدماء. مسألة الدماء في الشريعة المقدسة مسألة عظيمة، مو سهلة، يعني مو شيء بسيط نحن نتحملها. هذه دماء. قال لي أنا أتنازل على أساس أن يعني أفتدي هؤلاء القوم من القتال، أجنبهم القتال، أما أنزل على حب يزيد وبني أمية لا كان ذلك أبدا. القوم هم من بدأوا الحسين عليه السلام بالقتال، إذن الجواب واضح. الجواب الثاني على هذا التساؤل أيضا، الحسين عليه السلام هو من بادر بالحلول. الحسين هو من بادر بالحلول، يعني لما طلب من القوم أن يمهلوه سواء تلك الليلة، طلب من القوم أن يجلسوا معه ويتحاوروا، إلا أن القوم شنو رفضوا. أيضا الطرق كانت إيش؟ غير معبدة. الأمر الثالث، الحسين يرى أن هناك دواعي أهم من هذه الأمور التي قدمناها، وهنا يأتي الجواب تحت هذا العنوان، هي دواعي واقعة كربلاء. ما هي الدواعي؟ أولاً الحسين عليه السلام أراد أن تكون هناك عملية إيقاظ لعقول هذه الأمة، إيقاظ العقول. لاحظوا جيداً، إيقاظ العقول لا يكون بالأشياء البسيطة، ينبغي أن يكون بالأشياء الثقيلة،
شايفين انتم لما مثلا في محكمة او مجلس شورى او كذا برلمان لازم يكون عنده مطرقة يضربها، مو شايفين؟ هذا من يصير الفوضى ويصير النوم ويصير الغفلة يطرقها هذا المطرقة. الحسين عليه السلام كان يرى ان الامة بحاجة الى صاعقة على رأسها حتى تستيقظ من قضاتها. الأمة كانت خادرة، خادرة بماذا؟ خادرة بالله والخمرة والذعارة والغناء، كل هذا وفرته بني أمية للناس. بعد إذا أكو خمر وأكو غناء وأكو زنا بعد شكو بعد عقل موجود؟ ماكو عقل، ما مش وعي غافل، انعدام الوعي. لو كان هناك وعي حقيقة لما قبلت الأمة بمثل يزيد بن معاوية يكون حاكم عليها. يقول الحسين عليه السلام: ألا وأن الدعي، لاحظ هذا التعبير جدا رائع، الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيها من الذلة. إذن الحسين عليه السلام كان يريد إيقاظ الأمة، إيقاظ الأمة، ما نجي حسب كلام منا ومنا وكلمة وباشر عقب باشر وكذا، لا 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 لا، بحاجة إلى دم، لأن عملية الدم هي اللي تحرك مشاعر الإنسان. الناس بعد واقعة كربلاء كم من التظاهرات والثورات التي حدثت بعد الحسين؟ كثير. الكل يتساءل: أيقتل الحسين بهذه القتلة؟ ما يخالف، أنت عندك خلاف يا رسول الله القتلة. ورحت الناس تتكلم حول دم الحسين سلام الله عليه. إذن الأمة داعي الذي دعا الحسين هو إيقاظ الأمة، لأن نومة الأمة معناه نومة الأجيال، الأجيال رايحة تنام أيضا، الأمة رايحة تكون أمة غير منتجة، غير عاملة، غير عالمة، وهكذا الأمة ما رايحة تكون عندها حالة من الإنتاج، لأنها مشغولة بسم الله بالله، مشغولة بالخمرة والذعارة واللعب، بس هذا عندهم ما عندهم غيره. فلذلك لما ولا كان الحسين عنده سعة بر في المدينة يحارب فيها، مو ما عنده مشبر كبير، وفي مكة مشبر كبير بعد يحارب فيها، بس لماذا اختار كربلاء؟ كربلاء لماذا؟ هو قطع إلى المسافة من مكة إلى كربلاء، كان هو في حد ذاته تساؤل كبير عند الناس، خروج يوم عرفة كان محل تساؤل عند الناس، لماذا يخرج الحسين؟ الثامن، عفوا يوم الثامن، جزاك الله خير، لماذا خرج الحسين في اليوم الثامن؟ هذا كان مدعاة للتساؤل. ولماذا اختار مكة الخروج من مكة؟ ليش ما طلع من المدينة؟ هذه كلها محل تساؤل يا أخي، كل هذه عوامل كانت تثير إلى تشير إلى هذه القضية. كربلاء الحسين حتى تكون محل تساؤل لكثير من الناس، الحسين قرشي مدني كيف يقتل في كربلاء؟ وهذا السؤال. إذن الحسين كان يريد ماذا؟ يريد إيقاظ هذه الأمة، هذا واحد من الدواعي. الداعي الثاني هو الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وسلم. الغاية من كربلاء الحسين وإن طلب السلطان فهو أحق من يزيد طلب السلطان، لا عليه بأس في طلب السلطان. لو نفترض أن الجدلية أن الحسين كان يطلب السلطان، ما فيها شيء حسين يطلب السلطان، هو طالع على ايش؟ ما حتى يشيل يشيل يحق الحق، وهذا المعنى. لكن الحسين كان يعني بحجم هذا العقل الكبير كان تفكيره ابعد من قضيه السلطان. السلطان ربما يكون انسان فيها مقيد، والامه بحاجه الى اصلاح في كل المستويات ليس على مستوى واحد. الأمة باتت راعيها معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية يعبثون في أموال المسلمين، يعبثون في ممتلكاتهم وقدرات المسلمين، كل حوشوا عليها على أحلاحنا. والأمة وين غامرة؟ في أين غامرة؟ في لا في لا هذا. إنما خرجت، هذه كلمة الحسين عليه السلام، لطلب الإصلاح في أمة جدي، مو جماعة ولا فئة ولا حزب ولا لا لا، الحسين بكل قدس، الأمة هذه بأكملها من شرقها إلى غربها. كان الحسين يرى أن وجود يزيد بن معاوية على كرسي الخلافة فساد كبير في الأرض،
ما يمكن يبقاها ساعة واحدة، ألا وأن يزيد رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفجور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايعه. هذا ما يمكن أن يكون في هذا المكان. إذا غاية الحسين أو داعي الذي دعا الحسين إلى كربلاء هو ماذا؟ والإصلاح. الداعي الثالث وهو المهم في الواقع، الحسين أراد أن يكون في كربلاء وبذلك المصرع مدرسة لكل الأجيال، الناس يتعلمون من الحسين عليه السلام، يأخذون من الحسين. مو مسألة الحسين قطعا، الحسين عسكريا مطلوب الحسين، لا نختلف في ذلك. من المنتصر عسكريا؟ يزيد بن معاوية، وإلا لو كان هو المنتصر كان يعني ما صار هذا المنتصر. بس حسب المعطيات العسكري لما نقراها بمنظور عسكري يزيد هو يعني العامل المقاول في الجبهة. بس من بقي؟ هذا الانتصار يسمونه انتصار مزين، وانتصار حقيقي ترى، نفكر انتصار حقيقي لا انتصار مزين. وإلا لولا أنه حاصر الحسين ولولا أنه منع الماء عن الحسين عليه السلام لحدث ما حدث. يقول بعضهم ما رأيت يعني مكروبا قط كالحسين بن علي، أربط جأشا من القوم يقاتل قتال من عاف الحياة. حسين مو ضعيف، ولكن أراد أن يبقى الحسين عليه السلام قبلة كعبة، رايح يبقى مدرسة الحسين لهذه الأمة، راح يضمحون هذا العالم كل هالملايين عند الحسين، مسيحي نصراني سني شيعي كذا 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 كذا. لما تسألهم ليش جاي إلى الحسين قالوا نتعلم من الحسين، نريد ناخذ الحسين. هذا المسيحي هو إمام الحسين؟ لا مو إمام الحسين، ولكن هو عملية تعاطف، عملية استفادة من شخص الحسين ومن عطاء الحسين وطاقات الحسين، روحي له الفداء. صحيح وبقي على وهجة الثرى مزمل بدمائه، ولكن بقي كعبة يطوفون الناس حولها وينهلون منها يأخذون من الحسين. شو يقول الشاعر جمال الدين؟ يقول لو أبنت للأجيال حين يلزها عنت السرى ويضيق فيها المهرب، جثث الضحايا أبو علي من بنيك تريهم، إن الحقوق بمثل ذلك تطلب. ولذلك كل الناس اليوم متجهين إلى الحسين عليه السلام، شرق الأرض وغربها ماكو أحد إلا ويصرخ وحسين، ماكو أحد. حتى أطفالنا تسائل ليش ما رحت المدرسة، يقول اليوم 40. الله أكبر، يا لها من مصيبة. زوارنا اللي رايحين، انت شايف واحد مسافر يلبس قميص أسود يحط له علم فيها وفي في الباص وفي الكذا، حامل لواحد منهم حامل علم، يقول لي ليش؟ قال أنا رايح كربلاء، أنا أريد أعزي هناك، أنا شغلي رايح أعزي الحسين عليه السلام. كلها النساء رجال كلهم يهتفون باسم الحسين، لعل أن يوفقوها أن يحظوا بتلك الأنوار أو أن تجري دموعهم على الحسين. دمعة يا أخي، علموا أولادكم على الدمعة، علموا بناتكم، ترى الدمعة هذه لها قيمتها عند الحسين وعند آل محمد. يحدثني بعض العلماء يقول كان الإمام كاشف الغطاء رحمه الله يقول له هذا إذا كان يوم 40، يقول له الخادم ما له هذا لين الزوار اللي يمشون يروح القاصدين الحسين، خليه 10-12 يجون يمي هنا يدخلون بالدار. يقول جبتهم إليه قال له كل واحد يدخل إلى وحدة عليه، مو كلهم يدخلون مرة واحدة. يقول كل واحد يدخل شوية 10 دقائق 5 دقائق يطلع، وإذا هو يدهش بالبكاء والنحيب ويرطم على رأسه. يقول واحد بعد واحد كلهم يبكون. يقول لما انتهى وصادني نوع من الفضول أسأل الإمام كاشف الغطاء رحمه الله قال شنو القضية سيدنا، أنت مو راز أخواني تبكي يعني تبكي على الحسين، أنت مو خطيب يعني، أنت مرجع تقليد. يقول قلت لهذا الحكاية، قال أو تنظر ما بين يدي؟ قلت له لا، قال هذا كفني،
هذا كفني أريد يكفنوني فيه إذا متت. وانتهى أن تسمع الوسيلة. قلت له شنو في الكفن هذا وشنو دخول هؤلاء؟ قال كل واحد إذا دخل. قلت له أناشدك بالله ما حالك لو نظرت الحسين وحيد فريد؟ يمشي الثاني أقول له ما حالك الحسين بأبي وأمي يقف على أجساد أبنائه وإخوته وهم صرحى؟ يبكي واحد أقول له ما حالك والحسين ينظر إلى ولدي علي الأكبر مقطعين ابن سيوف؟ والثالث أقول له ما حالك والحسين وقد وقع السهم المثلث في قلبه؟ يبكون يبكون ذولين واخذ الدموع. أقول له خلي دموعكم هنا على الكفن. أريد أريد إذا وضعوني في قبري أقول شفيعي الحسين. أنا ما أريد كوني مرجع يحاسبوني، ما أريد كذا، هي خصوصيات في الدنيا. أريد وأنا خادم من خدام الحسين. فعلا يا أخي يجي الشيعي يجي المواجه الحسين إلى الشيعي وهو في القبر، القبر مظلم وحيد فريد ما يما أحد، وإذا يشوف أنوار تغطي ذلك الخور يقول له من أنت يا صاحب الأنوار المضية نورت قبري؟ يقول يلتفت الشيعي يمين شمال يرى جسد بلا رأس، بلا رأس يرى الجسد. يقول أنا أول مرة أشوف إنسان يتكلم بلا رأس. قال أنا سيدك الحسين، أنا اللي بكيت علي في الماتم، أنا اللي لطمت صدرك على مصابي، أنا اللي قصرت إلى زيارتي شيعي، اليوم أنا جاي أزورك هنا. الله أكبر. أبو علي اشفع لنا، أبو علي كون وسيلتنا إلى الله. عندنا مرضى وعندنا غياب وعندنا سجناء، أبو علي أريدك تكون أنت الوسيلة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالدنيا والآخرة بالحسين. اللي يشوف اللي يعرف قيمة الحسين اليوم وصل كربلاء. تعرف منو؟ جابر. جابر وصل إلى كربلاء. أريد أختصر القضية إليك حتى أوفق وياك عن بالبكاء على الحسين عليه السلام. إجا جابر قال يا عطية خذ بيدي إلى الفرات، أنا أدري قلبك مو عندي موجود هنا، قلبك من هناك من العراق عند في كربلاء، لكن خلينا أحكي وياك شوية. يا عطية خذ بيدي إلى الفرات. يقول عطية فأخذت بيدي جابر فاغتسل جابر في الفرات، لبس الثياب الجديدة والنظيفة قال، ثم نشر عليه أو نثر عليه شيء من السعد، يعني نوع من أنواع الطيب، ثم قال يا عطية امشي الهوينة. تدري شنو يعني امشي الهوينة؟ شوية شوية. ها قلت لي ليش يا جابر؟ قال أو ما تعلم إننا نطع على أجنحة الملائكة. تأمل وياي، أنا أظن أن جابر يشير إلى شيء آخر، ربما يقول لي يمكن هناك كبد الحسين طايحة شوي، يمكن هنا شيء من دماء الحسين، لا تخلينا نطع على. يقول جابر ترى الشمر ذات من عالة على صدره. ثم قال يا عطية خذ بيدي إلى قبر الحسين. قلت له سيدي لا أعلم قبر الحسين، أنا ما أعرفه، ما حضرت يوم الدفن، شو أسوي يا جابر؟ قال ألمسني القبور قبرا قبرا. أريدك إذا وقع جابر تقول السلام عليك سيدي الحسين، إذا خشع قلبك يا أخي اذكر حاجتك إلى الحسين، أنت قريب الآن من قبر الحسين. يقول عطية ألمست جابر قبرا بعد قبر وهو يقول ليس هذا قبر الحسين. ثم جئنا في وسط المعركة وإذا بقبر وضعت يد جابر عليه، قبض قبض من ذلك القبر فخر مغشيا عليه. أين المنادي يا حسين؟ حبيبي ما اسمع صوتك حبيبي،
شلون عنك يا حبيب موجة الروح يقولون جسمك ظل ثلاث ايام مطروح لا لعليلك غسلك من فيض الجروح ان كان ما واحد لفوارك يا حسين احسن واحسن ابو علي عندي مسألة اريد اسالك فيها بس جاوبني ابو علي حتى لو من الوريد جاوبني ابو علي يحجون عنك يا حبيبي جملة الناس يقولون يا حزين اندفن جسمك بلا راس قبل الدفن بالاعوجية صدرك انداس وذبحك ضامي يا حبيب الهاشمية الله الله ابو زينب يقول لي اريد امشي ابو زينب من دخلت الماتم يقول اليوم الاربعين الله الله ابني اسمعني شويه هاك واحد من المراجع كان عنده خطيب يخطب يمه يقولون فتعرض الى مساله زينب ودخولها على ابن زياد قال الخطيب ان زينب دخلت على ابن زياد قام المرجع شال عمامته عطى ظلها بالارض قام صدق زينب دخلت على ابن زياد وخدرت عليه الله اكبر جابر جابر يجي يسال عن زينب يقول له ابو علي وين زينب راحت عنه يا حسين يقولون الحراير سلبوها وخيامكم يا ابن البتوله القبر الشريف شوية وإذا الغلام ينادي عم يا جابر بلى قال أرى سواد مقبلة من ناحية الكوفة قال امضي وقف على قارعة الطريق إذا كان هذا عيون لابن زياد خلينا نتنحى شوية عن القبر الشريف وإذا كان سيدي ومولاي زين العابدين اخبرني وأنت حر لوجه الله الله يا أبو علي حتى العبيدات باركوا زيارتك أبو علي يقول الراوي فلما أقبل الضعينة الحسين قال النعمان لزين العابدين يا ابن الحسين نحن أمام مفترق من الطرق طريق ودينا المدينة وطريق دخلنا الكوفة وطريق يأخذ بنا إلى كربلاء إلى كربلاء التفت زين العابدين وتمايل عن الناقة كربلاء كربلاء الله أكبر ما يرضى يبكي التفتت إلى عمة زينب بني علي ليش هالبكاء خلاص خلصنا من الشماتة ولدي علي قال لا يا عم زينب الحادي يقول نحن أمام مفترق ثلاثة من الطرق طريق ودينا الكوفة قالت لا ولدي علي لا يكفي يكفي شماتة علينا من القوم قال لها والطريق الثاني يأخذ بنا إلى كرب إلى المدينة قالت ومن بقي لي في المدينة أرجع لمن هناك الدور خالية والبيوت ها سفى علي التراب وإذا زين العابرين يختنق بعبرته ما يقدر يقول لزينب كربلاء يخاف تموت زينب على ذاك الجمل قال عم زينب هذا الضعينة راح تقصد إلى كربلاء قالت بني عجلوا بالوصول يلا ويا زينب رحم الله بالفائز وإذا زينب الصيح قبر الشهيد هدى من أمي بانت عليه قبرا عسى يا زينب بس انتي ما ادري عندش احد لونا الله اكبر يقول يقول السيد الستري رحمه الله يقول رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة
من الخدود ودمع العين كالمطر، وهو تلك تدعوه وجده وابته، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. ولو ترى ام كلثوم وحالتها والها وتلثم تربة الطف كالعطر، شو تقول زينب يا دافن الراس؟ الله اكبر يا زينب، وش تبغين في الراس يا زينب؟ الله اكبر يا دافن الراس، عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قبره، لا تغسلوا الدم عن اطراف لحيته، خلوه عليها خضاب الشيب والكبر. الله اكبر. زينب الظن بعد الحسين ما تجهز، وإذا ها يقول بعض العلماء يقول فألقت زينب نفسها من على ظهر الناقة، وتبعتها سكينة بأبي وأمي. وزينب الصيح دبرت يا أبا عبد الله وين صاير أبو علي؟ يقول بعض الخطباء أما سكينة فقبضت قبضة من تراب كربلاء وصاحت أبا سايل يا كربلاء دبر المعرس وين؟ وين قبر الشباب؟ وين قبر علي الأكبر؟ شوية وإذا نسوة من بني أسد أقبلوا وحاطوا بزينب، من أنت سيدتي؟ أشوف عندش بكاء تقومي نطحن على الأرض. قالت ومن أنتن يا نسوة؟ كنا نساء من بني أسد جئنا لزيارة الحسين، احنا رجالنا اللي واروا الحسين. التفت يمني شوية ها، قالت زينب يا نساء معكن رجال وياكم رجال؟ يا نسوان قالوا يا زينب ما نصير المرأة تمشي بلا رجال. صاحت ابن زينب بتعدي، انا لا والد لي ولا عم ألوذ به، انتم واريتون الحسين؟ اي والله يا زينب وارينا الحسين. قالت بسألكم شلون واريتون والراس عندي؟ هذا الراس جايبنا اجابتنا وياي اليوم اريد ادفنه. اخذوا يفصلون لي هالقضية، لكن عندي وصية واحد سأليني الدعاء الله يرزق الذرية والمؤمنين والمؤمنات. اجوا النسوان يفصلون القضية، صحوا زينب بلى، قال عندكم امرأة فاقدر اضيع لو لا؟ قالوا ايه يا نسوان، قال خلوها تتباعد تسمع كلام، لان الرضيع نظرنا على صدرها. شفتون يا نسوة؟ قال او شفنا يا زينب طفل محزوز الوريد، ضاق الجسد مطروح يا فخر النسارين. قالت يا نسوة الذي توصفون حسين واللي بجنب المشرع حام الضعين. وحسين وحسين شعور ليلة شبان لنا بهالأرض، شفتون لولة وذيك النسة تنادي اسكتوا لا تهيجون، ان كان ذول اولادكم لله صبركم. الله اكبر. ان كان هل الذبحة وكلهم اهلكم، زينب يا هل يردكم للوطن يا نزلت زينب ونصبه والعزاء. قال لونها سيدتنا زينب ما تدخلين داخل الخباك وخبا مضروب عدنا. قالت أبعد خباء الحسين المحروق؟ الله أكبر. يا نسوان حرقوا خبائنا يوم كربلاء. الله أكبر. أما زين العابدين التفت إلى غلام جابر، قال له أين جابر؟ قال له ملازم لقبر الحسين. قال امضي إلى جابر وقل له يقوم ويستقبل حرم الله وحرم رسول. ما عند أحد يستقبل زين العابدين، جاي ويا عمات سبايا. أقبل الغلام إلى جابر، وإذا فصل في هاي المصيبة حتى أسلك الدعاء فيها. أقبل الغلام إلى جابر، عم يا جابر هذا سيدي ومولاي زين العابدين.
سيدي وين ابوك راح عنك؟ ها قال ضمته اراضي كربلاء صح لا لا ولدي علي اريد اسمع منك مقتل الحسين كما هو. انا لله انا لله يا جابر مد تحمل. قال له فصل لي المصارع اخذ بيده قال له جابر في هالمحل طاح ابو فاضل بنجفو في هالمحل طاح ابو فاضل بلا جفوف وهنا يا جابر عفروا عريس لصوف وهنا يا جابر قطعوا الاكبر بالسيوف وهنا يا جابر دارت علينا المصايب. قال له بعد احكي احكي قال له عم يا جابر في هالمحل طفل ابويا انذبح عطشان وياي شو يساعدني اريد اختم وياك الله يعودنا ان شاء الله في هالمحل طفل ابويا انذبح عطشان وفي هالمحل ظل ابويا حسين حيران كل صوت واحد وفي هالمحل راس ابويا ارتفع بسنا واحسين واحسين وبعد يا سيدي قال له وفي هالمحل صدر ابويا انداس بنعا اسمع اذا مش سيد عندنا يسامحني المؤمنين اصحاب العزاء سيدتي يا مولاتي يا فاطمه الزهر قاعده ويانا لو في كربلاء انتين اليوم يا رسول الله يا صاحب الامر انت اليوم في كربلاء لو هنا يمني اسمح لي سيدي ها في هالمحل صدر ابويا انداس بنعال وفي هالمحل ركبونه فوق نجمة اسمع وفي هالمحل شتفوا زينب بالحبال واحسين واحسين انت تريد مني اودي زينب الى قبر الحسين مو تريد مني اوصلها اجا جابر ويا زين العابدين وقعدوا على القبر هذا ينادي وحسينا والامام ينادي وذبيحه وقتيله زينب سمعت البواكي بعثت الى زين العابدين بني علي لقد اشتاق الحبيب الى حبيبه الله الله يا زينب حبيبي شنو حسين دفلو بلا راس يا زينب اجا اجا لهذا الرسول لزين العابدين اخبره التفت زين العابدين الى جابر عم جابر بلى يا ابن الحسين قال لقد اشتاق الحبيب الى حبيب وين رشديت سيدي من الحبيب قال عمتي زينب واريدكم تبتعدون عن القبر روحوا بعيد عن القبر الشريف ليش سيدي قالت مخدرت علي اخاف تشيل زينب جيبه على قبر الحسين وتصرخ واحسن اقبلت زينب دارت هي والنساء على قبر الحسين احنا لفينا وعلى قبرك الله الله هيا بياتك قعدنا بعد اسمع مني هالمصيبة وسلك الدعاء اجت زينب وها كل النساء هادي طاحت على القبر هادي تحت التراب على وجهها وراسها وهادي تصيح وانا قبر ولدي اما زينب واقفة واقفة عند مكان الشاهد عند رأس الحسين مكان اللي بيفتحون القبر حتى يخلون الرأس الشريف وقفت قالت يا نسوان بطل شوية من البواكي خليني احكي ويا اخويا وخليه يصيح وقفت على القبر صاحت ابو علي انا زينب النسبية انا زينب انا زينب اللي صاحوا علي خارجية ابو علي ابو علي سامحني بدا بدر قصور مني اتجاهك ابو علي لكن ابو علي سامحني بشغلة واحدة ونحدة من النساء ما جبتها ويانا هاي النساء كلهم هنا عاتقة سكينة فلانة فلانة كلهم عند قبرك ابو علي يبجون الا رقية عزيزتك ابو علي ما جبنا
انت شايف يتيم قطعا لو لا؟ بعض من العلماء اخبرني بهذا الخبر نقل عن كبير كبير الخطباء، يقول لما وصلت النساء كل واحده اخذت فيها قبر الضيف تبكي ليلة راحت الى جنب علي الاكبر سكينه عند قبر الحسين وفلان وفلان، يقولون الا حميده بتموت. الله لا يروع قلوبكم ان شاء الله تشوف يتيم مكسور قلبها. ان حميده بنت مسلم صاحت عم زينب وينك يا ابويا؟ الله اكبر الله اكبر، الله يعودنا ان شاء الله وياك. شافت القبور كلها زينب، كل احده من النساء لازم قبر، الا قبر ابو فاضل ما جنبها. هذه الامهات وقفوا على قبر اولادهم وقبر ابو فاضل ما يما احد، صاحت يا نشوار قوموا 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 نروح لقبر ابو فاضل. عندي هديه جايبتنها اليوم لابو فاضل، بيت الدعاء وسلك الدعاء، لكن اريدك تتحمل شويه. ها اريدك تتحمل هالبيت هذا، الله يرحمه اللي عطيه. شلونها شلون يتصور؟ والله هذا البيت قرأته بحضرة عالم من العلماء الكبار خارج البحرين، قام وقف قال والله نطق لسان الوحي على لسان هذا الخطيب، يقول لا تقع لسانه، كأنه حاضر وشوف الواقعة. أخذت زينب الرأس الشريف بين يديها وقامت قاصدة إلى قبر العباس، وصناكم يا أبو فاضل. الله أكبر، شيل وياي شيل وياي شيل ويخني أسألك الدعاء. وصناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلون، وهاي الرؤوس جبناها ومنكم نطلب العون، وياي وراس حسين سمحوا لي تراه مكسره. يا نازلي بكربلاء هل عنكم؟ اجى زين العابدين شاف عمته زينب قاعدة على القبور، قالت له ولدي علي. بلا عمه، قالت له احنا بنروح المدينة. اي والله يا عمه، قالت له عندك تحف نوديها لأهلنا. اجا زين العابدين وخغرز ايده في القبر الشريف فانبعث الدم. واذا الكلام المنحر الشريف من ذلك الوريد، سلم على جدي الهادي أضيب عين وقل له أبويا باع نفسه فدوة الدين، بماله وأمواله اشترى ذنوب المحبين، وحتى رضي عرسه من أحرم طوقين. أحسن وأحسن